دكتورة مريان نادر. دكتورة مريان نادر. دكتورة مريان نادر استشاري. دكتورة مريان نادر أخصائية جلدية وتجميل والليزر ودبلومة التجميل والليزر من المركز القومي للبحوث. البوتوكس عايزين نعرفه إيه هو الأول ونعرف إيه كمان نستخدمه. البوتوكس بيتحقن في الأبر فيس في الجزء العلوي من الوجه. الفراكشنال ليزر ده اسمه فراكشنال سي او 2 ليزر، هو فكرته إن هو بيحفز لي مادة الكولاجين بتاعة البشرة. والفيلر بيتحقن في اللور فيس. امتى انا اقول ان شعري بيقع؟ طبيعي ان شعري يقع يوميا. دي حاجه تجميليه ولا ممكن تبقى علاجيه؟ امتى اعمل هالات سودا؟ لان الكحل والايلاينر والحاجات دي كلها بيبقى فيها ماده الرصاص. يعني في مجال تجميلي بس في مجال علاجي. انت عارفه لو هرشتي في ايدك فقعدتي فتره تهرشي في ايدك جامد جامد جامد، الدم اتجلط فالوريد قفل، جلدك هيلتهب هيقلب غمقان. والاندياج ليزر سيف جدا لكل انواع البشره. في المدخنين بيبقى عندهم سموكي لاينز حوالين منطقه الشفايف. وغسيل الشعر من حاجات كذا مره في الاسبوع غلط. لما انا اشيل ميك اب بمنديل غير مخصص لازاله المكياج فده بيعمل برضو التهاب فيؤدي لظهور هالات سوداء. ممكن الليزر يكون لوحده لحالات معينه، ممكن نعمله ميكس حالات زي الحب اثار حب الشباب. بشكرك دكتوره مريان على وجودك معانا. بشكرك يا دكتور نورتينا. دكتور مريان نادر اخصائي جلديه والتجميل والليزر دبلومه التجميل والليزر من مركز القومي.